انفجار خطير وكبير طال احدى انابيب الامونيا الرئيسيه الموجوده طبعا بين روسيا وبين اوكرانيا، والاتهامات بين الطرفين مستمره حول هذا الانفجار، خاصه وانها جاءت بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا الكبير. جاءت التفاصيل بهذا الشكل الذي ترونه بين روسيا وبين أوكرانيا، وطبعا الانفجار لم يكن عاديا أبدا. تلاحظ بأننا أمام محطة انفجرت فجأة، وغاز الأمونيا الذي يعتبر من الغازات الشديدة السمية، فهو يعتبر مكونا رئيسيا من سماد النترات، ولكنه خطير للغاية على البيئة بشكل عام. فطبعا انتشر بهذا الشكل في الغابات كما تلاحظون، والديلي ميل البريطانية قالت بأن قد يكون هنالك تلوثا بيئيا خطيرا، أو سحابة أو غيوم من هذه أو من هذا الغاز السام الذي ممكن أن يؤدي إلى أضرار كبيرة على الإنسان. على سبيل المثال، ستكون هنالك تهيجات شديدة أو التهاب شديد إن تعرض هذا الغاز لأي شخص قريب، على مستوى الرئتين، على مستوى الحلق، الأنف، العينين. الغاز ليس بالعادي أبدا، وحتى على المستوى البيئي هو ليس بالسهل. وفي نفس الوقت بأننا إذا ما لاحظنا هذا الأنبوب الذي نتحدث عنه لغاز الأمونيا، فستلاحظ بأنه يمتد من العمق الروسي مباشرة إلى الأراضي الأوكرانية، إلى مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود وعلى شمال البحر الأسود، وبالتالي الأوكرانيين يسيطرون على مسافة لا بأس بها لهذا الأنبوب. وطبعا السؤال هنا، أين بالضبط جاء هذا الانفجار؟ مما رأيناه الكلام هنا والأنباء تتحدث بأنه قد جرى في داخل الأراضي الأوكرانية في خاركيف، وتحديدا في إحدى القرى القريبة من كوبيانسك. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نضع تحليلا بسيطا لطبيعة الصور لهذا الانفجار، وأين من الممكن أن جاء تحديدا في كوبيانسك وفي قرية ماسيوتيفكا كما جاءت في الأنباء، ستلاحظ بأننا أمام هذه المحطة المنفردة التي طبعا تأتي وسط الغابات، وستلاحظ بأننا نوعا ما أمام مسافة جيدة بين هذه المحطة وبين هذه الأشجار. من الجهة الشمال هنالك مساحة لا بأس بها أيضا، ليست هنالك أشجار على الأقل مما نراه هنا، ولكن الأشجار على الجهة اليمين أقرب. سنعرف لماذا هذه التفاصيل هي مهمة بالنظر، وعندما ننظر إلى هذه الصورة تحديدا، فتلاحظ من كثافة الغاز وانبعاث الغاز بهذا الشكل، فإن هذا المبنى أو هذه المحطة التي رأيناها هي تأتي هنا في الوسط، وفي نفس الوقت بأننا أمام طريقين، طريق هنا وطريق آخر هنا، امتد فيه غاز الأمونيا. وفي نفس الوقت سنلاحظ بأن هنالك شكلا مميزا للأشجار، كما نلاحظ هنا نوعا ما باتجاه واحد تأتي الأشجار، وأيضا بشكل مميز آخر تأتي الأشجار بهذا الشكل. وبالتالي سنحاول من خلال ما نشر كوبيانسك ماسيوتيفكا مع العلامات التي رأيناها أن نحاول أن نجد مبنى وسط الغابات وفي طريق طبعا يأتي هذا المبنى. وعلى هذا الأساس إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي بسرعة إلى خاركيف، هذه المدينة المهمة التي تشهد العديد طبعا من عمليات القصف، هنا خاركيف، لنتجه إلى كوبيانسك. هذه هي كوبيانسك التي نقترب منها، وإلى شمالها تأتي هذه القرية الصغيرة ألا وهي ماسيوتيفكا. وستلاحظ بأن هذه القرية التي تأتي هنا وهذه المنطقة تابعة لها بأننا أمام غابات وأمام عدد من الطرق، وسنلاحظ بأننا على سبيل المثال أمام طريق هنا، طريق آخر هنا، من الممكن أن تكون أي من هذه الطرق، ولكن بالبحث بسرعة سنجد بأننا أمام هنالك مبنى صغير موجود هنا على الطريق وسط الغابات، قد يكون هو طبعا. وبالتالي إذا ما اقتربنا من هذا المبنى الآن، ستلاحظ بأننا فعلا أمام تقريبا نفس المواصفات. لنأخذ صورة واضحة بالقمر الصناعي، وطبعا بأخذ هذه الصورة الواضحة الآن ونقترب قليلا، سنلاحظ نوعا ما أن هنالك مسافة جيدة إلى الشمال، طبعا نفس شكل المبنى تقريبا، نتجه إلى الشمال وسنلاحظ بأننا أمام طريق إلى الشمال، وطبعا أيضا طريق إلى الجنوب بالابتعاد من هذه الخارطة. بالتالي يبدو بأننا أمام نفس العلامات التي تحدثنا عنها تقريبا، هو نفس المبنى، مسافة جيدة، الطريق طريق آخر، وشكل طبعا متشابه للأشجار التي تحدثنا عنها، وهذا هو الشكل المميز للمنطقة. وبالتالي نحن فعلا أمام هذه هي النقطة بالضبط التي ضربت، وبالتالي الأمور مؤكدة، وانتشر الغاز، غاز الأمونيا السام بهذه الطريقة في هذه المنطقة في هذه الغابات. وهذه طبعا مسألة خطيرة على المنطقة بأكملها، وأيضا
أين من الذي يسيطر على هذه المنطقة؟ هذا أيضا سؤال آخر يجب أن ننتبه إليه. سنلاحظ بأننا أمام بحيرة إلى شمال هذه المنطقة ونأخذ صورة من الديب ستيت الأوكراني، وسنلاحظ بأننا فعلا في اللون الأحمر سيطرت القوات الروسية. ستلاحظ بأن هذا هو الطريق الذي تحدثنا عنه، والمنطقة تقريبا تأتي هنا، وبالتالي هذه المنطقة تقريبا تسيطر عليها القوات الروسية، ولكنها منطقة اشتباك لأننا هنا القوات الأوكرانية، وهنا تأتي الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. فبالنسبة لروسيا على سبيل المثال اتهمت مباشرة أوكرانيا وقالت بأن أوكرانيا هي من قامت بهذه العملية وهي التي ضربت غاز الأمونيا، وتحديدا التصريحات قادمة من المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا التي قالت ببساطة بأن هذا الاتفاق الذي تم أساسا مع الأوكرانيين هو كان جزءا من اتفاقية الحبوب المشهورة التي طبعا تمت في تركيا في إسطنبول، وكان شرطا أساسيا أن يتم عملية إعادة تفعيل هذا الأنبوب وأنبوب غاز الأمونيا القادم من روسيا إلى أوديسا شمال أو في البحر الأسود هنا طبعا، ويجب أن يتم تفعيله، لأن منذ بدء العملية العسكرية الروسية لم يكن هذا الأنبوب يعمل، ولكن مع اتفاقية الحبوب وتأمين الأمن الغذائي تم تفعيله، ولكنها بحسب ادعاء بأن الأوكرانيين وكييف لم تكن سعيدة أبدا، ولم تكن سعيدة أوكرانيا مع مسألة تفعيل هذه القضية، وبالتالي جاءت وفجرت هذه المنطقة بإرسال جماعة أوكرانية تخريبية كما اسمتها، قالت جماعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية هي التي قامت بهذا التفجير، وذلك للإضرار بروسيا، وبالتالي هي لمحت بشكل واضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها لاتفاقية الحبوب يجب أن تتوقف، لأن هذا شرطا مهما، وأننا بحاجة لإصلاح هذا الأنبوب من شهر إلى 3 أشهر، وهي منطقة صراع، وبالتالي الأمور يبدو بأنها متوجهة إلى تعقيدات كبيرة بالنسبة لهذا الاتفاق، اتفاق الحبوب المهم. لكن أيضا من جهة أخرى الأوكرانيين يقولون بأن روسيا هي المسؤولة عن هذه المسألة، هي التي قصفت هذه المنطقة، أولا بأن المسؤولين الأوكرانيين قالوا بأن هذه المنطقة تتعرض إلى قصف مستمر من قبل الروس، هم يتقدمون عسكريا بشكل مستمر. أيضا ما هو مثير أن الرياح في ذلك اليوم كانت قادمة إلى الجنوب، أي باتجاه القوات الأوكرانية ولم تكن باتجاه القوات الروسية، وبالتالي التعرض لأنبوب غاز الأمونيا هنا سيضر وسيؤدي بأضرار للقوات الأوكرانية وللمواطنين الأوكرانيين هناك، وبالتالي هي على المستوى العسكري ستساعد القوات الروسية في عملية الاستفادة من هذا الأمر والتقدم إلى هذه المنطقة. وخاصة أن يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر كان قد تحدث عن محاور التقدم التي ممكن أن تقوم أوكرانيا باستخدامها في الهجوم المضاد الخاص بها، وواحدة من الأمور التي تحدث عنها هو تقدم القوات الأوكرانية إلى داخل تلك المنطقة، والتي تأتي طبعا مقابلها أو قريبة منها هي بيلغورد وشبيكنا، وطبعا هذه المنطقة تشهد عمليات مباشرة من فيلق حرية روسيا، هو الذي يقوم بالعديد من العمليات، يقتحم هذه المنطقة، هنالك قصفا أوكرانيا إلى الداخل بحسب العديد من التقارير، هجوم بالطائرة المسيرة. والفكرة الأساسية كما تحدث يفغيني بريغوشين أن القوات الأوكرانية وفيلق حرية روسيا يريدون التقدم إلى هذه المنطقة، لأن فيما بعد ستقوم وعندما تبدأ المفاوضات مع القوات الروسية سيتم التفاهم على أساس أن ننسحب من هذه المنطقة، ولكن أيضا أنتم أيها الروس يجب أن تنسحبون من المناطق التي تقدمتم فيها، وبالتالي هذا هو المكسب الذي يبحثون عنه. بالتالي تفجير مثل أنبوب غاز الأمونيا الذي نتحدث عنه هنا هو سيعطي ببساطة إغلاقا تاما لهذه المنطقة على الأوكرانيين وهذا الفيلق من التقدم تجاه شبيكنا أو بيلغورد، وبالتالي هو محور هجوم يتوقف بالضبط تماما مع ما جرى مع سد كاخوفكا في نوفا كاخوفكا الذي طبعا ضرب وانفجر وأغلق تماما بعد عملية الفيضان الكبيرة التي جرت هنا في المياه طبعا في هذه المنطقة، أغلقت محور مهم للغاية على القوات الأوكرانية للتقدم طبعا باتجاه مهم تبحث عنه القوات الأوكرانية، ألا وهو من خيرسون مباشرة إلى شبه جزيرة القرم، أصبح من شبه المستحيل عليهم بعد تدمير هذا السد المهم سد نوفا كاخوفكا، لم يعودوا قادرين على التقدم، بالتالي هذا المحور أغلق، وهذا المحور أيضا إن تعرضوا له بهذا الشكل سيغلق، وخاصة أن سد نوفا كاخوفكا قد دمر ضرب وبعدها ضرب أنبوب الغاز الطبيعي
بيوم واحد فقط. وطبعا الاستخبارات الأمريكية CIA كانت واضحة بحسب NBC نيوز الأمريكية وما نقلته من مسؤولين أمريكيين. كما تلاحظون مسؤولين أمريكيين أكدوا بأن على الأغلب وعلى الأرجح بأن الروس هم الذين فخخوا سد نوفا كاخوفكا وفجروه للاستفادة عسكريا من هذه المسألة، وهو سيعطيهم طبعا قدرة كبيرة بعد إغلاق هذا المحور على القوات الروسية في هذه المنطقة أن يغلقوا على القوات الأوكرانية، عفوا أن لا تتمكن القوات الأوكرانية من التقدم. ليس هذا فحسب، بل إنه سيقوم بعملية تحرير القوات الروسية لكي تتصدى لأي مناطق ممكن أن تتقدم منها طبعا القوات الأوكرانية، وبالتالي إغلاق هذا المحور وحصر الأمور في زاباروجيا من أجل الدفاع عن هذه المنطقة هي طبعا ودانييتسك. والمثير بهذا الأمر أيضا أن الانفجار الذي جاء في هذه المنطقة في سد نوفا كاخوفكا بدأ يؤثر أيضا على المفاعل النووي الموجود هنا في زاباروجيا. بدأت المياه أساسا تنخفض، مياه التبريد الخاصة بالمفاعلات الستة الموجودة في هذا المفاعل، وبالتالي قد تؤدي إلى أثر كبير على الأوكرانيين، وبالتالي يغلق كل شيء عليهم، لن يتمكنوا من عملية تحقيق أي تقدم حقيقي يبحثون عنه في هذه المناطق. لذلك الترجيحات نوعا ما تذهب إلى حقيقة أن روسيا هي من تفتعل هذه الأمور من أجل التصدي للهجوم المضاد. فكل هذه الأمور تجري فجأة بتوقيت مثير مع الهجوم المضاد الأوكراني، ولكن الأوكرانيين لم يتوقفوا من مسألة القيام بالهجوم المضاد. واليوم جاءت الأنباء سريعة من الواشنطن بوست الأمريكية التي أكدت عن طريق مسؤولين أوكرانيين بأن فعلا الهجوم المضاد قد بدأ، وقد بدأ في نقطة مثيرة للغاية تحدثنا عنها كثيرا، ألا وهي زاباروجيا، من هذا المحور تحديدا الذي ترونه من أوريخيف وكذلك هولابولي هنا بهذا الاتجاه. وبدأ الهجوم على ثلاث مستويات بهذه الطريقة بالنسبة طبعا للقوات الأوكرانية، وبالتالي أصبح أمام القوات الأوكرانية طبعا خطوط دفاعية كبيرة بهذا الاتجاه، خط دفاعي كبير للقوات الروسية تحاول الدفاع. لديهم أيضا خطوط دفاعية في تشيرنهيفكا، كذلك توكما، كل هذه المناطق منطقية محمية القوات الأوكرانية أمامها أمر واضح جدا، هي ستفتح الطرق لها للسيطرة طبعا وللبحث إلى كسر خط الاشتباك، التقدم لكسر الخط الدفاعي الأول للقوات الروسية، وبعد ذلك السيطرة على توكماك تفتح طريقا طبعا إلى بيرديانسك للسيطرة عليها والعودة إلى بحر آزوف، وكذلك إلى ميليتابول لتفتح بابا آخرا للهجوم على شبه جزيرة القرم. وأيضا التقدم بهذا الاتجاه يفتح السيطرة على هذا الطريق إلى ماريوبول، وبالتالي لاحظ كيف أن القوات الأوكرانية أخذت محورا كبيرا، وهنالك قتال كبير الآن يجري في هذه المنطقة. كل القنوات الخاصة بروسيا وبأوكرانيا على مستوى التليجرام تتناقل الأنباء السريعة التي بدأت الآن من قبل القوات الأوكرانية. وطبعا المسألة هذه مهمة بالنسبة لحلف الناتو ولأوروبا، حيث أن هنالك أيضا أنباء مهمة يجب أن ننتبه إليها في حدث سيجري الشهر القادم تحدث عنه هذا الرجل، وهو الأمين العام لحلف الناتو سابقا، وهذا الرجل هو أندريس راسموسن. الرجل كان قد تحدث بشكل واضح لي The Guardian البريطانية، وقال إن لم تكن هنالك ضمانات ملموسة لأوكرانيا على المستوى العسكري من هذه القمة، وهي قمة ليثوانيا، قمة فيلينيوس في ليثوانيا في 11 و12 من يوليو القادم، الشهر القادم، فإن بعض دول الناتو قد تتصرف من نفسها وتقوم بعملية نشر من تلقاء نفسها بنشر القوات حلف الناتو في داخل أوكرانيا لحماية أوكرانيا، ورجح بأن بولندا ستكون هي أولى الدول لإرسال قواتها إلى الداخل الأوكراني. يجب أن نقدم الضمانات لأوكرانيا، وإلا فإن الدول بعض دول الناتو قد تتقدم بنفسها وتحاول مساعدة الأوكرانيين بسرعة كبيرة جدا. وبالتالي نحن فعلا أمام ظروف تطورات كبيرة، حوادث خطيرة للغاية، والسؤال هنا كيف ستتصاعد الأمور في الفترة القادمة.